حد القناطر محبوب ناطر كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا بتطل بتلوح والقلب مجروح ايام عالبال بتعن السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وفي احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله اديكم معايا واحد المحل كنت كومونديت منه واحد المرايه البنيته ديالي، وكنت ديجا خديت واحد حتى الماريو ستيتو، دابا نوريه لكم وان شاء الله غادي ناخذ دابا شي حاجات اللي عجبوني صغيورين. و المهم هذا المحل كيعمل تخفيضات رمزيه ومزيونه بحال هاد المرايه هادي، نتوما تشوفوا الثمن ديالها دابا، ماشي الثمن ديالها هو الحقيقي، عاملين فيها بروموسيون وعندهم حاجه كاليتي ومزيانه بزاف. ننصحكم انكم تشريو منه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تفرجوا له حتى الاخر. دخلنا نوريكم المشتريات ديالي اللي شريت منه، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يعمل ابوني اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. واذا عجبكم الفيديو كذلك اعملوا لايك، وهانتوما معايا، مرحبا بكم. يا حبيبي ربنا ريد لي خير.
تشوفوا هاد الشيء اللي خديت هاد جوج مخدات غزالين تحطهم في الصالون. عجبوني الالوان اللي فيهم، مكتوبه فيهم اميزين، والورد اللي فيهم وهاد اللون غزال اللي في الارضيه ديالو مزيون. وهنايا هاد الورد عجبني حتى هو في الدوغي غزال، راكي شفتو تمايا دايرين فيه بزاف ديال الالوان. انا اخترت هذا، وهاد المنطه هادي حتى هي عجبتني، خفيفه واهم حاجه سخونه، يمكن لك تحطها على رجلك ملي تكون كتفرج التلفازه ولا توزع معك في الطوموبيل. مهم خفيفه ومزيونه، وهاد الشيء الثمن ديالو ماشي غالي بزاف. وهاد المريوات اللي كنت سبق لي جبتهم قبل المرايا، وهذه هي المرايا اللي جبتها اليوم، مزيونه بزاف وكتفتح على جوج، يمكن لك تعلق فيها لي زاكسيسوار. تمنى يعجبكم فيديو اليوم، الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.